شادية لما غنت غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني، رد عليها وقال لها وانت يا مقصوفة الرقبة ايه اللي مقعدك مع ابن عمك لحد القمر ما يغيب؟ الشيخ عبد الحميد كشك واحد من اشهر خطباء القرن العشرين، علامة في الخطابة واستاذ في اصول الدين، مزج في اسلوبه بين الكوميديا والنقد اللاذع في السخرية من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، واشتهر جوه مصر وبره مصر لدرجة انه محبينه كانوا بيسافروا له بلاد عشان يسجلوا خطبه على شرايط الكاسيت اللي وصلت عددها لاكثر من 2000 خطبة على مدار 40 سنة، واشتهر في معظمها بنقده لأهل الفن والسياسة. وبالرغم من أن عبد الناصر كرمه في عيد العلم سنة 1961 إلا أن كشك انتقد سياسته واعتقاله الأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وإعدام سيد قطب لما قال يشنقون الرقاب التي قالت لا إله إلا الله وعبد الوهاب يغني له تسلم يا غالي. وفي مذكراته قال أن المشير عبد الحكيم عامر بعت له مندوب يبلغه أنه عارف مقدار شعبيته وطلب منه أنه يحل دم سيد قطب، لكنه رفض بشدة وتم اعتقاله بعدها بأيام، وفضل في السجن لمدة 2.5 سنين. ولما مات عبد الناصر القذافي طلب من الحكومة المصرية طلب غريب، وهو انه يشتري قبر عبد الناصر ب$500 مليون علشان يخليه مزار في ليبيا. فطلع الشيخ كشك في خطبته وقال بدلا من ان تنفق الملايين على شراء قبر جمال عبد الناصر اجعل من قبرك انت مزارا، لكني استبعد ان تجد قبرا يضمك. وسبحان الله يشاء السميع العليم ان القذافي يموت ومحدش يعصر على قبره لحد وقتنا الحالي. وفي عهد السادات الوضع ما اختلفش كتير، لان بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 وقف الشيخ كشك على المنبر وقال بأعلى صوته الحكومة خائنة للإسلام والسادات في ضلال مبين، وفضل ينتقد المعاهدة وأحوال البلد في خطبه لحد ما هاجمه السادات بنفسه في خطاب 5 سبتمبر سنة 1981، وتم اعتقاله ضمن قرارات سبتمبر وما خرجش من السجن غير بعد اغتيال السادات. وفي عهد الرئيس مبارك تم منعه من الخطابة والدعوة وعاش تحت الإقامة الجبرية في منزله، وما خطبش غير خطبة واحدة بس لما وقع الزلزال في مصر واحتشد أمام منزله المصلين فصلى بيهم الجمعة وخطب خطبته الوحيدة في عهد مبارك. وزي ما انتقد الشيخ أهل السياسة انتقد أهل الفن وقال دعونا الله أن يرزقنا بإمام عادل أم طلع لنا عادل إمام. وانتقد عبد الحليم حافظ وسخر من أغنياته لما قال العندليب الأسود عنده معجزتين، الأولى إنه مسك الهواء بإيديه والتانية إنه بيتنفس تحت الماء. لا وبيقولك إني أغرق، طب تغرق إزاي وإنت بتتنفس تحت الماء؟ ولما غنت فايزة أحمد يوم القمر على الباب سخر من أغنيتها وقال عمركم شفتوا القمر بيبقى عطشان؟ روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا القمر بتاعنا على الباب. وكان بيسمي التلفزيون مفسديون. وغير اهل الفن والسياسه مسلمش من خطبه اهل الادب وعلى راسهم انيس منصور لما انتقد توقف شركه مصر للطيران عن تقديم الكحوليات على رحلاتها باعتبار ان ده امر سلبي للركاب، فانتقدوا الشيخ بقسوه وسماه ابليس مسطول بدل انيس منصور. وفي مره من المرات اللي اتسجن فيها في طره قابل هناك الابنودي، ووقتها سمع الابنودي بيقول الواحد يعني لازم يقدم خدمات للبلد ومواهب، فرد الشيخ وقال له حضرتك قدمت ايه من المواهب؟ قال له انت مش عارفني؟ رد وقال له والله بنحب نتشرف يا ابني. قال له ده انا فلان مؤلف اغنيه تحت الشجر يا وهيبه. فرد الشيخ ساخر ايه الفتوح ده والتجلي ده؟ ايه يا وادي يا بتاع وهيبه انت؟ ايه العظمه دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا وهيبه اسرائيل بتجيب صواريخ هوك وطيارات F-15 وF-16 واحنا اوف منكم. ايه يا وهيبه ايه؟ وبسبب خطب الشيخ كشك الناريه وشعبيته الكبيره كسبت من وراه شركات الكاسيت مبيعات بالملايين، وقدر باسلوبه الساخر يوصل للمثقفين والبسطاء وشرايطه تدخل كل بيت. واثناء اداؤه للصلاه يوم الجمعه الموافق 25 رجب سنه 1996 اتوفى وهو ساجد ورحل عن عالمنا فارس المنابر المثير للجدل الشيخ كشك رحمه الله عليه.